ما زالت الكثير من الكنائس والمؤسسات التربوية والجمعيات الخيرية تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد، سواء بإقامة البازارات الخيرية التي يعود ريعها لإعانة العائلات العفيفة أو لدعم نشاطات الرعاية. عدسة نورسات الأردن جالت في العديد من البازارات الميلادية داخل العاصمة عمان وخارجها، والتقطت أجواء الفرح والبهجة فيها. ففي محافظة الكرك أقامت كنيسة القديس جوارجيوس للروم الكاثوليك في أدر بازارها الميلادي برعاية رعاية الأب بولس بقاعين وحضور أبناء الرعية. بمناسبة أعياد الميلاد نتقدم اسم عائلتنا بأحد التهاني لكل أبناء الوطن. وافتتحت أيضا كنيسة مار ميخائيل اللاتين في السماكية بازارها السنوي برعاية النائب هيثم زيادين وحضور الأب فيتو والأب أيهم زيادين. إني أتوجه بخالص التهنئة لكل رعايانا في المملكة وخارج المملكة، ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير. اليوم احتفلنا بعيد العذراء حبل بلادنا، افتتحنا مع بازارنا السنوي الثالث بسماكية. كل عام وانتم بخير. بنشكر الشباب الصبايا اللي ساعدونا بكل التحضيرات. وفي محافظة الزرقاء أقامت كنيسة القديس بيوس العاشر للاتين بازارها الميلادي برعاية السيد زيد حداد وحضور راعي الكنيسة الأب عزام جاسر. مبسوط كثير بهالأجواء الحلوة، أجواء العيد طبعا، والجميع كان مرحبين فينا، بسطنا كثير بشوفة الجميع، وطبعا هالتفننات الجديدة اللي صايرة بالبازار كل سنة عن سنة بتختلف طبعا. فأنا مبسوط كتير أشوف جهود الرعية والشباب والشغلات الحلوة اللي عم بيعملوها، وإن شاء الله إنه هالعيد يكون حقا عيد سعيد لجميع الناس مسيحيين ومسلمين، لأنه ميلاد المسيح هو ميلاد السلام وميلاد المحبة، وإن شاء الله السلام يكون موجود في كل مكان في كل بلادنا العربية والأردن بنوع خاص. ضوي بالليالي سعيدي يا نجمي بيتا قريب، جاي من دني بعيد بتلج هالكون طيب. وفي ذات المحافظة أقامت كنيسة الروم الأرثوذكس بازارها الميلادي برعاية الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش راعي الكنيسة وحضور الأب ثيودوروس حداد. بهاي الأمثلة الترتيلية حاولنا بنعمة ربنا حتى نرفع قلوب الناس لتذكارهم باستقبال ملك المجد روحيا وليس فقط كتاريخ قبل كولادة للمسيح 2000 سنة. كل سنة تسالمين، ربنا يعطيكم الصحة والعافية ويقويكم. والأرض عيونها دموع، قولي قولي يا حبيبي جاي لعنا يسوع. يا سماء وفي شمال المملكة أيضا أقامت الكنيسة الأسقفية العربية في محافظة إربد بازارها الميلادي برعاية محافظ إربد رضوان العتوم وحضور الأب سمير سعيد راعي الكنيسة. رسالة الميلاد رسالة هذه البلد أن نحيا بسلام معا، أن نعيش كما ترون مسلمين ومسيحيين. رسالة عمان، رسالة الوئام، رسالة جلالة الملك نعيش شعب واحد. رسالة الهاشميين اللي بنفتخر ونعتز فيها. كل عام وأنتم بألف خير، ويا الله يا ربي إنه عيدوا على أمتنا العربية وعلى شعبنا الأردني وعلى وطننا الغالي وعلى مليكنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بكل صحة وكل عافية وأبي أمن وأمان وكل استقرار وبمحبة وتسامح وعيش مشترك. ضوينا الشمعة، احتفلنا بعيد الميلاد المجيد اللي دائما بنشعر بالعيش المشترك. كان لقانا اليوم لحتى نثبت للجميع انه احنا اسلام ومسيحيين مع بعض، ايدنا واحدة لحتى نحقق رسالة عمان، رسالة السلام. كل عام وانتم بألف خير. صراحة من الصباح عزمتنا على البازار واستمتعنا بالبازار، والعائلة كلهم وأطفالهم وأولادهم مبسوطين والناس مبسوطة، وصراحة لأول مرة أنا بحضر بازار بالجمال والحلاوة هاي. وكل عام هم بألف ألف خير إن شاء الله.
وفي العاصمة عمان احتفلت العديد من الكنائس الرسولية بافتتاح بازاراتها الميلادية. ففي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصويفية أقامت بازارها الخيري بعنوان بازار حاملات الطيب برعاية السيدة تيماء قعوار وحضور الدكتور إبراهيم دبور. المسيح ولد فمجدوه، نتمنى من الرب الإله والطفل الإله المولود في بيت لحم بيت الخبز أن يكون خبز سلام على العالم، أن يكون طعام سلام في أرض السلام. إن شاء الله 2017 بيكون سنة سلام لكل العالم. نتمنى إنه الأردن يضلوا آمن، يعني peace on earth، peace بكل العالم، سلام بكل العالم وبكل الدول العربية. بازار 26 هذا كله ريع للفقراء والمحتاجين للعائلات بغض النظر عن لونهم وعلى طيبتهم ولا على دينهم، ونشكر كل اللي بيآزرونا وبيآزروا هذا البازار. وفي كنيسة يسوع الملك للاتيني في المصدار افتتح البازار الميلادي السنوي للرعية برعاية القنصل الفخري سامر قعوار وحضور الأب فرح بدر راعي الكنيسة. هذه الكنيسة اللي صلى فيها أجدادي أثناء نشأة عمان، وكانوا منهم من بنات عمان. الكنيسة اليوم اللي رح أرجع كمان أضيء مغارتها اللي ياما وقفت قدامها وأنا طفل. اليوم بهذه المناسبة الكريمة من قلب عمان النابض بنبعث رسالة لكل اللي حوالينا في المنطقة، بنتمنى لهم السلام، سلام السيد المسيح من عمان. عمان صاحبة رسالة عمان. زمن المجيء هو زمن انتظار الميلاد، زمن فرح، زمن توزيع هدايا، زمن توزيع محبة، زمن أثبت فيه ربنا محبته للبشر بسر التجسد. واحتفلت أيضا شبيبة كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارة في منطقة أبو نصير بافتتاح بازارها السنوي وإقامة العديد من الفعاليات خلال أيام البازار. باعتقادي نحن هذه الأمور عمنا نقوم فيها الشبيبة والكشافة هي جدا مهمة لتشكيل العقد الاجتماعي الجديد الذي نرغب به. اليوم نحن باحتفالاتنا بعيد ميلاد السيد المسيح، بهذا عيد الميلاد المجيد، دو رسائل عظيمة، دو رسائل الأخوة والمحبة. بتمنى هذا العام يكون عام جديد على الأردن وعلى الوطن العربي، يحملنا في طياته الخير والمحبة والسلام، ونكون فعلا رسائل خير ومحبة في هذا الوطن. طبعا انا اليوم كثير مبسوط بهذا البازار الجميل والرائع، وجد بشكر كل القائمين على هذا البازار الجميل، وكل الشكر لنورسات ولكل القائمين في هذا البازار. رح يكون ريع البازار للعائلات المستوره، جزء منه وجزء منه للكشافه اللي انشاناها من جديد، وكل سنه وانتم سالمين. ورع المتروبوليت فندكتوس متروبوليت الروم الارثوذكس في عمان افتتاح بازار كنيسه القديسين قسطنطين وهيلانا للروم الارثوذكس في مرج الحمام بحضور الاب إلكسيوس قاقيش راعي الكنيسه. نطلب من المولود في مغارة أن يولد في مغارة قلوبنا حتى يعم السلام في جميع أرجاء المسكونة. وأهلا وسهلا فيكم، وشكرا للنورسات اللي دائما هي السباقة لنقل ما يحدث في الكنائس من احتفالات وصلوات ولنشر كلمة الرب. الله يعطيكم العافية، كل سنة وانتم سالمين. فعاليات نشطة فيها نوع من السمو والرقي في السلوك والتعايش الديني في منطقة مرج الحمام، وأطلب من الله أن يديم النعمة والأمن والأمان على هذه البلد برعاية صاحب الجلالة عبد الله بن الحسين. وافتتح فارس القبر المقدس أكرم كريم بازار كنيسة السيد العذراء للاتين في ماركا بحضور الأب خليل جعار راعي الكنيسة. نشكر الرب لحضور نورسات في بلدنا لأنها بتنقل
كلمة المحبة والسلام لكل شرقنا العربي، ونطلب من الله سبحانه وتعالى يبارك الأردن ويحفظه دائما واحة للسلام وبيت الضيافة لكل العرب. أكيد إحنا مبسوطين إنه إحنا بنشتغل بهذا العمل التطوعي الهام، نعطي الفرحة للقلوب كتير أطفال، لكن ما بننسى الفرحة الكبرى، الفرحة عيد صاحب العيد اللي هو سيدنا المسيح. وإحنا ما بننسى سيد الميلاد اللي هو المسيح. بالرغم من الاحتفالات والفرح بالبازارات، لكن إحنا هاي خطوة لأن نتجمع ونلتقي مشان نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح. وفي منطقة ماركا أيضا افتتحت كنيسة مار ميخائيل للروم الملكيين الكاثوليك بازارها الميلادي برعاية السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن، وحضور الأب عماد بواب راعي الكنيسة والمونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وعدد من الآباء الكهنة. شرفنا اليوم بحضور سيادة السفير مونسنيور ألبرتو بافتتاح بازارنا 27 لعام 2016. البازار انعمل إن شاء الله الحمد لله بجهود الشبيبة وبجهود كاهن رعية القدس الأب عماد بواب وبدعم من المجلس الكنيسة. وفي منطقة خلدة أقامت لجنة القديسة تقلى للسيدات في كنيسة الصعود للروم الأرثوذكس بازارها السابع برعاية الأرشمندريت أرتيموس. كل عام وانتم بخير ونور سات بخير. بتمنى اعياد مجيده لكل حدا بالاردن وفلسطين، وربنا يحل السلام على كل الدنيا. شكرا كثير. الناس كلها بتحب تيجي على البازارات، والبازارات يعني ما شاء الله السنه هذه عامره بكل المناطق لكل الكنائس. احنا هون بلجنه القديسه تقلى عندنا نشاطات مثل البازار، مثل حفلات عيد الام. الميلاد محبه، الميلاد سلام، وكل عام وانتم بألف خير. نطلب من الرب يسوع المسيح الهي ان يبعد عن هذا البلد كل شر، وان يرسل سلامه المجد لله في العلا وعلى السلام وفي الناس المصرة. وافتتحت كنيسة الفاد الإنجيلية في جبل عمان بازارها الميلادي برعاية الأب فايق حداد راعي الكنيسة وحضور المطران ياسر عياش وعدد من الآباء الكهنة. وفي كنيسة سيدة البشارة للاتين في الويبدة رعى فارس القبر المقدس أكرم كريم افتتاح البازار الميلادي بحضور الأب بطرس حجازين راعي الكنيسة. وهي مناسبة حتى تجتمع الرعية معا كعائلة واحدة لتعيش جو الفرح، لتعيش جو العيد. وبكل عام وأصبح التقليد عندنا أنه السيد وفارس القبر المقدس أبو يوسف المحترم هو اللي بيشرفنا وبكون دائما الحفل تحت رعايته افتتاح البازارات. كل الشكر ابو يوسف، الله يعطيك الصحه ويبارك عمرك، وشكرا لنور سات. والنور هو الصوت اللي حاضر دائما بين جماعتنا المسيحيه وفي جميع كنائسنا لنقل رسالة إنسانية وبالأردن بشكل عام. ورع النائب جمال قمو افتتاح بازار كنيسة القديس بولس الرسول للاتين في الجبيهة بحضور راعي الكنيسة الأب طارق أبو حنة. وأود أن أقول لكم في هذا المكان أنكم صوتنا جميعاً، وخصوصا صوت من لا صوت لهم. نقدم لكم صلاتنا كي يلهمكم الله ما فيه من خير للجميع. وافتتحت أيضا العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التربوية بازاراتها الخيرية، منها جمعية الشبان المسيحية وجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية. وافتتحت أيضا المدرسة الوطنية الأرثوذكسية بازارها السنوي.
كما أضيئت أيضا شجرة الميلاد المجيد في النادي الأرثوذكسي في الفحيص. في هذه الأيام مباركة نتمنى لأبناء الأردن جميعا لأبناء رعيتنا أن يحفظهم ويحفظ أردننا الغالي، وأن يعيد على أردننا وعلى شعبنا هذه الأعياد المباركة، وأن تبقى أردننا الحبيب دائما أردن المحبة والسلام. وكل عام وانتم بخير. مقدم شكرنا برضه لمجموعة نور سات اللي دائما موجودين معنا، بشاركونا في احتفالاتنا في نشاطاتنا. نطلب من الرب أن يقويهم لأجل أن يستطيعوا أن يتموا عملهم ورسالتهم الدينية والروحية. تشرفنا بهذا الوجود الجمع أهل الفحيص والمؤمنين لإقامة هذا الاحتفال، ومن خلال هذا المكان ومن خلال تلفزيون النور سات بنوجه معايدة محبة للجميع بهاي الأعياد المجيدة، ومنتأمل أنه ما يكون عيد الميلاد المجيد هو عيد اجتماعي بيخلو من الروحانيات وبيخلو من الهدف الأساسي والسامي اللي إله. منطقة البوليفارد في العبدلي ولد المسيح. هللويا. وأكيد الناس رح تحتفل معنا هون في البوليفارد في العبدلي، فبنتمنى لكل الناس أعياد سعيدة، ونقول لهم ميري كريسمس وهابي نيو يير للكل. تمنياتنا للعام القادم أنه الله ينعم علينا بمزيد من الأمن والأمان والوحدة الوطنية والأفراح، وإن شاء الله تكون الأردن بألف خير وتكون المنطقة العربية جميعاً بخير. كل عام وانتم بخير، بتمنى ب 2017 يعم السلام، وإن شاء الله الكل يضل بخير وبصحة وسعادة. إن شاء الله تكون سنة خير علينا وتكون أحسن من السنين القبل. هابي نيو يير وميري كريسمس، ويا رب يحمي الوطن ويحمي الأردن ويحمي الكل. ونتمنى من الرب إنه يحمينا دائما ويحافظ علينا ويقوينا ويخلينا. كل عام وانت بخير عشان نعيش أحلى حياة. كل عام وانت بخير.